أخبار إفريقيا من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم. جدد رئيس ناميبيا نانغولو مبومبا بويندهوك التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي العادل إلى غاية إنهاء احتلال الصحراء الغربية آخر مستعمرة إفريقية. قرر رئيس مالاوي لازور تشاكويرا تعيين مايك أوسي نائبا جديدا له خلفا لساولوس شيليما الذي توفي في حادث تحطم طائرة في 10 جوان الجارية. وأعلن عن القرار سكرتير الرئيس ومجلس الوزراء كولين زامبا يوم الخميس قائلا إن نائب الرئيس الجديد سيؤدي اليمين الدستورية اليوم الجمعة. قال متحدث باسم الجيش إن 5 أشخاص على الأقل بينهم 3 نساء وفتاة قتلوا في هجوم بالقنابل على مدينة تقع بإقليم نورث كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء الفارط، متهما حركة 23 مارس بتنفيذ الهجوم. وقال باراكا مونغومو نائب رئيس بلدية كانيا بانيونغا إن الهجوم الأحدث وقع بينما كان بعض النازحين يستعدون للعودة إلى كانيا بايونغا. لقي 21 شخصا حتفهم جراء الأمطار والفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من النيجر منذ نهاية مايو الماضية. وقال المدير العام للحماية المدنية في النيجر في بيان صحفي أنه تم تسجيل 5926 منكوبا و21 حالة وفاة، بينها 8 بسبب الغرق و13 جراء انهيار منازل، لافتا إلى أن منطقة مراديا الواقعة وسط جنوب البلاد هي الأكثر تضررا مع 14 قتيلا و2404 منكوبين. نهاية أخبار إفريقيا، إلى اللقاء.